كلمتين على الماشي. احنا جبنا رومي صغير بقاله عندي 3 ايام. انا الفترة دي بصراحة ما كنتش عايزة اجيب قطط عندي خالص، بس الولاد مش مستحملين، بالذات البنت الصغيرة ليل ونهار عايزة رومي وعايزة رومي. فطبعا دورنا على قطة ورحنا استلمناه، بقاله 3 ايام موجود عندنا وسميناه رومي. بس بتمنى ان هو يطلع نفس طبع رومي اللي كان عندي قبل كده، بتمنى يعني، لان القطط طباع. اول ما جبت القطه استلمناه، حطيناه اول حاجه على البوكس بتاع الرمل وسيبناه كده 10 دقايق يشمش في المكان اللي هو فيه. حطيته في الاوضه وسيبته يتعرف على المكان. وبعدين هو عنده 47 يوم بالظبط، انا كمان هحبه والله. عنده 47 يوم بالظبط لما استلمنا من صاحبته. طبعا انا شفته، كشفت عليه على ودانه وعلى جسمه وتاكدت ان هو الحمد لله سليم ما فيهوش اي حاجه خالص، وخدناه بالبيت بسلام. في نقطتين عايزه اتكلم فيهم. اهم حاجه القط لما يكون صغير كده، انتوا اللي تعودوه على طبع البيت اللي هو عايش فيه، مش هو اللي هيعودكوا على طبعه. لان لو سبتوا القط يعودكوا على طبعه في السن ده، لما يكبر هتتعبوا معاه جدا 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 في كل حاجه، سواء بقى في اكل، في شرب، في نوم، في ان هو عايز كذا ومش عايز كذا. فروميو من تاني يوم انتوا شايفين صوته عالي وعمال بيعيط كتير وبينونه كل ما حد يشيله. طبعا ده خوف، لانه اول مره يخرج من البيئه اللي كان عايش فيها لمكان تاني. فطبعا انا بخلي الولاد يشيلوه، كل واحد فيهم يشيله شويه. ليه؟ عشان يبطل النونوه دي. لو احنا سيبناه قاعد زي ما هو جنبنا، طول ما هو قاعد جنبنا مثلا مش بينونه، لما طول ما هو متشال كده بينونه. فطول ما هو متشال كده لازم يسكت، لازم يعرف ان هو في امان. صح يا روميو؟ وان احنا مش هنعمل له حاجه، احنا بنحبك وبنطبطب عليك، خلاص يا دودو مش هنعمل لك حاجه. فعلشان يتعود ان هو ما يخافش من اي حد ويبقى جريء زي روميو اللي كان عندنا، يتشال كل يوم شويه كده بالشكل ده علشان يهدى ويعرف ان ده طبيعي. تاني نقطه، موضوع الاكل. القط في السن ده ياكل اي حاجه. لو انتوا عودتوه على نوع اكل معين، يعني مثلا زي الدراي بتاع القطط الصغيره، الجبنه النستون، اي نوع اكل لاول مره ما جربتلوش كل حاجه بالتدريج، هيفضل يرفض كل الاكل. رومي من ساعه ما جه انا بعمل معاه الاكلات اللي المفروض السن ده ياكلها وبالتدريج، وباكله 4 وجبات في اليوم. 4 وجبات في اليوم. ان شاء الله بكره هنزل لكم اليوم كامل من اول ما بيصحى لغايه ما بينام، الوجبات اللي انا بعملها، وبيصحى الساعه كام، والوقت اللي بيلعب فيه امتى، كل ده انا مصوره، بس لسه ان شاء الله هنزله باذن الله يا بكره يا بعده. فالقط على حسب انتي ما تعوديه، مش على حسب هو ما يعودكم، علشان ما تتعبوش معاه. وكمان منزله معاه روتين النظافه، النظافة اليومية، لازم يتعود ان هو ودنه تتمسح وودانه وعينيه والنوز بتاعه وشعره يتسرح. لو سبناه من غير ما نعمل له كل ده وكل ما نمسكه هينونو ومش هنعرف نعمل منه حاجة، يبقى هو هيتعود على كده. هيجي لما نقص له ضوافره هيخاف وهيبقى خواف ومش عاوز يقص ضوافره، هيبهدل الدنيا. هيسرح شعره مش هيقف، هننضف له ودانه برضو مش هيقف، لان كان عندي النوعية دي كنت جايباها كبيرة معديه 3 شهور. وكل ما اجي انضف لها ودانها او اسرح لها شعرها او اصلها ضوافرها كانت بتبهدل الدنيا. وكان طبعا في طريقه معينه للقطط اللي هي ما بترضاش تقعد دي، بتبقى ماسكه كده. مصوره فيديوهات، بس الفيديوهات دي من سنتين، هتلاقوها عندي على القناه. فرومي بعوده من هو صغير ان هو يقعد يتعود على الروتين المفروض هيتعمل له علشان يبقى مسالم خالص وعارف ان كل ده هيبقى طبيعي. فنصيحة مني، لما تجيبوا القطة الصغيرة في السن ده كده اللي هو 47 يوم، انتوا تعودوهم على الحاجات المفروض تتعمل، مش هو اللي هيعودكم على طبعه. صح يا روميو؟ طب هما عايزين يشوفوا وشك، يعني اهو عايزين يشوفوه. ما تخافش ما تخافش اهو، بصوا استنى، ما تخافش ما تخافش والله. من ساعة ما جبنا هو بالمنظر ده، بس 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 بدأ يهدى عن الأول، يعني بدأ يهدى وان هو يسكت وعايز يبقى على طول هنا كده قاعد في المكان ده كده. بس خلاص، قول لهم بقى مع السلامه، وان شاء الله استنونا فيديوهات تانيه كتير في الروتين اليومي للقطط الصغيره، لغايه ان شاء الله ما روميو يكبر معانا ونعوده ويبقى نفس طبع روميو اللي طبعا توفاه الله، اللي انا عمري ما هقدر انساه ابدا، لان القط ده بصراحه يختلف عن اي قط ربيته قبل كده. بتمنى ان روميو الصغير ده يبقى زي روميو الكبير،
بكده النهارده نكون خلصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير علشان مملكة القطط تكبر فيكم.